شوي عليهم، نبي يرجعون إلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن سبحان الله لما نشوف وانتم بكرامة حيوان يدخل النار من أجل أطفاله، شفناها وايد سبحان الله. ولكن صديقة لي تشتغل في التنفيذ الأحكام قالت لي شيء صراحة جعلني يعني أبكي، وهي نفسها تقول سبحان الله أدخل غرفتي وأبكي من المنظر اللي شفته. أم عندها من الأبناء ما شاء الله يمكن 6 من الأبناء، وتلح علينا بسرعة وين الأب، خلصوني فكوني منهم. كان في تنفيذ عشان الأب ياخذ من الأولاد، وسبحان الله قاعد يقول لها أنت أم، قالت زوجي ما يبيهم، الأطفال قاعدين يمسكون الأم يقول خلي خلي خلينا مع شمه، خلينا مع نبيت شمه. فطبعا هذا الشيء طبعا احنا نقول في شواذ كثيره، وفي اطفال الحمد لله منعمين فضل من الله سبحانه وتعالى، مثل ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن كل ام جايبه ابنائها وين؟ معرض الكتاب. وين لما قالوا في بوس في مكان في جمعيه المحامين ما شاء الله يحتفلون بيوم الطفل، فجابوا الابناء حتى يستمتعون بهذه الأجواء ويتعلمون. طيب حنا نبي حوار مع الأمهات ومعاكم، أكيد في شغلات إيجابية في الحياة وايد، ولكن أيضا في شغلات ما تعجبكم. في شنو شنو تحبونه أو شنو اللي شفتوه وتحبونكم أنتم ينتشر في المجتمع؟ نبي جلسة حوارية حلوة مع بعض أستاذتنا، نبي شاركونا الرأي، شون الشيء اللي انتم تشوفونه وتحبون اللي هو ينتشر في المجتمع؟ الرابط الأسري، أنا دائما أتكلم قبل الرابط الأسري لابد من حسن الاختيار، من حسن الاختيار الأم لابد. احنا نقول المرأة شنو؟ نصف المجتمع وتربي المجتمع أو النصف الآخر. المرأة نص المجتمع؟ لا، أنا برأيي المرأة هي المجتمع كله، لأنها هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي من تربي الشمس المشرقة. الطفل لما يكون عندنا طفل في البيت يكون نور مو شمس مشرقة، تكون عليه شنو؟ الآمال المستقبل، هو الدكتور، هو القائد، هو كل شيء في المستقبل، هو القاضي، هو كل شيء. طبعاً طبعاً القاضي العادل، المحامية اللي قاعدة تسعى إلى شنو؟ على الإيجابيات المجتمع طبعا طبعا. فإذا أنا الحين بركز على الزوجة الصالحة اللي تكون أم المستقبل، لابد أن نركز على شنو أيضا؟ الأب، لابد الأب. يعني اليوم لما أنا أقول أم صالحة لازم يكون شنو؟ أب صالح. إحنا في إحدى طبعا حملاتنا الإغاثية نروح الأردن حق إخواننا في سوريا، فنشوف وايد اشياء صراحه يعني يشيب لها الولدان. طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى كل طفل محتضن يعني بين اسره فيحمد الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هالنعم. يمكن 2 مليون، هذه الاحصائيه اللي وصلتنا، 2 مليون طفل يتيم، 2 مليون طفل محتاج الى حضن من يمتد، مو شرط الام اللي تولد، الام اللي تربي. طيب الأخت طبعا هنادي طبعا عندها من القصص والأشياء الكثيرة الكثيرة اللي هتكلم أيضا فيها، ولكن هذه القصة أحب أتكلم معاكم فيها. لما يكون طفل عايش بين أم وأب، وهذا الأب عنده ضغوطات ما شاء الله من الضغوطات، فهل يفرغ الضغوط هذه فيها الأطفال؟ اللي حصل كان يفرغ هذا الطفل، احنا شفناه الى الان قاعدين نحن نتواصل معاه بالعلاج. طفل عمره يمكن 14-15 سنه، شبه انسان يعني مثل ما يقول جلد على عظم، وصل لدرجه الاكتئاب ان هو امتنع عن الاكل. لماذا؟ كان هذا الطفل يفرغ الاب في كل انواع العذاب، يعذبه بشتى انواع العذاب. يعني ما بقول لكم يعني سبحان الله عور قلبكم، ولكن وصل هذا الطفل الى ان امتنع نهائي اكتئاب لدرجه انه امتنع عن الاكل بالمره. فطبعا احنا لما جبنا هالطفل وقعدنا نتكلم معه وسوينا معه جلسات سبحان الله، وجبنا الام لقينا الام هم بعد قاعده تكمل تقول انا شو اسوي؟ اطلع من الصبح، الام حتى
تفك أولادها من هذا العذاب شنو سوت؟ طلقت، شتتت الأسرة حتى تحمي هالأطفال، ولكن الأم تطلع من الصباح ترجع المساء من أجل هالأولاد فضاعت الأسرة. فحنا الآن سبحان الله من الكويت الحمد لله بننطلق يعني في هذه الحملة إن شاء الله لحماية الطفل داخل وخارج الكويت، والحمد لله القانون قاعد يوفر للطفل أشياء جدا رائعة وعظيمة، حنا نغتنم هذه الأشياء. وطبعا عندنا الأستاذة هنادي إذا كانت تتكلم وراحت عنا. طبعا احنا من الاشياء الكثيره اللي احنا قاعدين نتكلم عنها، هل يا ام باسل الطفل يحتاج اكل وشرب فقط؟ شنو محتاج الطفل؟ حنان. الله، شنو؟ تعال تعال عندي، شنو محتاج حنان؟ الحنان. الحنان، شنو الحنان من وجهه نظرك؟ يعني الام يعني ام تعطف على الولد وتعطيه كل احتياجاته. ايه، شفت شلون؟ هذا هو. جسمك يا حبيبي عبد الرحمن. عبد الرحمن، انت شايف الحنان هذا يا عبد الرحمن؟ اه الحمد لله. فاحنا لما احنا نشعر بالحنان ونشوف امهاتنا تحتضننا بالحنان، شو نقول؟ نشكر مين؟ الله. الله اكبر، صفقه كبيره حق عبد الرحمن يا جماعه، يستاهل فعلا. الطفل محتاج مثل ما قال عبد الرحمن حنان، شنو محتاج بعد؟ الرعايه. انت شنو تبي تكون في المستقبل يا عبد الرحمن؟ وضع اسس حتى يكون عبد الرحمن شنو في المستقبل؟ شنو اللي انت حاب تكون في المستقبل؟ يعني شرط او اي حاجه؟ لا، احنا لازم نحدد، هذا دور الام. شلون احنا نحط اهداف؟ نخلي اولادنا الام يحطون الاهداف، فهو قال شرط او اي شيء. من اليوم الماما، وين الماما؟ ايه الماما الان تعطيك الحين افكار، من هالافكار انت شنو تحب؟ شنو انت شخصية عبد الرحمن؟ لا تقول اي شيء. دور الاسرة هالحين، دور الاسرة ان هي تساعد وضع الاهداف والاسس للابناء، ليس فقط تحتضنهم بالاكل والشرب. ولازم الام تكون على درجة ثقافة، الحمد لله ما في عذر، ما في عذر لاي ام اليوم. الام لابد انها تكون عندنا الان. شيخ جوجل مو مقصر شيخ جوجل، كل شيء تبينه بضغط الزر تقرين عن شن اربي ولدي. فقط مو انا الحين، وفي مواضيع كثيره جدا خواتي لو نتطرق لها ما راح نخلص، ولكن الام الان اللي تعبت وحملت 9 شهور بالاخير لما تولد، وين تقط ولدها؟ بحجه شنو؟ ان انا اشتغل. وانا وين تقط يعني عقب هالتعب هذا كله؟ أنا أقط ولدي في حضن خدامة؟ هذه العاملة لما جت من ديرتها فقد الحنان، تركة أولادها ما عندها مسكينة، يعني هي نفسيتها تعبانة، شلون هتربي هذا الطفل؟ شلون هتربي ولدك؟ إذا أنت ما عندك مثلا طاقة لهذا الولد من الأساس، لا تجيبين من الأساس، وقفي لما تكوني مستعدية أنك تنجبين وتنشئين هذا الطفل النشأة للإسلام يحبها أو قررها له في هذه الوقت، شنو أنت ابدأي، أنت حط خطتك للإنجاب. ولكن اليوم أنا بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، عندي 5 من الأولاد أبد ولا في خادمة جاستهم حتى، فهذا كله يرد لك بعدين، كل هذا يرد لك فيما بعد إن شاء الله. في هذه الرحمة رحمتيهم هم صغار، هيرحموكم وانت وإحنا كبار، خاصة الوالدين أو أي الأم أو الأب أو أي إن كان. طبعا احنا دائما نعرف ونشوف أن الأم هي كل شيء على رأسها، كل شيء عليها، ولكن لأن الله اختارك لأحسن مهنة الأمومة، ف يعني لابد أنك تكوني سعيدة لهذا الاختيار الرباني. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت راعية في بيتك على أولادك، لا تتركين أولادك إلى الخدم وتردين تقولين أولادي فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، تأتي المشاكل من وراء الإهمال. لما حنا نقول إذا مات ابن آدم انقطعت كل أعماله إلا من ضمن شنو؟ ولد صالح يدعو له. كيف يكون ولد صالح يا عبد الرحمن والأم مهتمية؟ صح؟ ما يكون ولد صالح وهو لم ينشأ ولم يتربى
في تربة الأسس القيمة الإسلامية. عافية عليك يا عبد الرحمن، فعلا ما شاء الله. عبد الرحمن وش اسمك أنت؟ محمد. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا مثال للأسرة المستقرة، فنحمد الله سبحانه وتعالى نبي كل الأسر بهالشكل. ولكن حين نتكلم على بعض الأطفال، يعني أنا جتني رسالة طفل من إحدى الدول يناشد الملك يقول ارحمني، أناشدك بالله ترحمني، أنا من عارف عمره يمكن 12 سنة في مرحلة ممكن يدمر أو يعمر، فقاعد يقول ارحمني لأنا عارف أعيش، أبو أمي طلقت، لأنا عارف أعيش مع أبوي يعذبني يطقني عذاب مو بعد عذاب، وإذا رحت حق الأم تحتضني يأتي الخال يهددني إذا جيت من هني بذبحك، فأنا وين أروح؟ والأبي يعني أكون في حب أمي حتى يعني أقف على ريولي. فهذا سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى إن يعني يرزقنا إن شاء الله من الاستقرار ونكون على قدر الأمانة. والله سبحانه وتعالى يعني عرض الأمانة على الجبال وعلى فأبت أن تحملها وحملها الإنسان، فلازم الإنسان يكون على قدر الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والاستقرار، ودائما نتذكر الأيتام. الأيتام أكثر من 2 مليون يتيم خلفته الحروب، سواء بسوريا أو باليمن أو الدول اللي هي فيها الحروب. نتذكر هؤلاء، لما أنا أكون قاعدة مع أولادي آمنة مستقرة أتذكر هؤلاء الأيتام. الحمد لله رب العالمين، وأنا في بيتي أقدر أساعدهم، وأنا في بيتي أقدر أكفلهم، وأنا في بيتي أنا أخليهم في مجتمع هادي وآمن بإذن الله مع كفالة وغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله بإذن الله من يعني اللي يقدمون الخير للمجتمع سواء بالكويت أو خارج الكويت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية.